الجمال بوصفها العالم. شكرا للزميلة سوسن على هذه التغطية لميركاتو مول. عودتنا مراكز التسوق في دبي بأجوائها الاحتفالية اللي تنشر السعادة بين الزوار والمقيمين خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم هذه المراكز فعاليات ترفيهية شيقة وعروض تسويقية جذابة وسحوبات على جوائز ضخمة. وميركاتو مول يعد من أحد هذه المراكز اللي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان منذ انطلاقته. شو يحضر القائمون في ميركاتو مول؟ إحنا هذا كله بنعرفه مع ضيفتنا اليوم نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو مول. يا مرحبا بك معنا نسرين، انت خلاص ويانا، ما نعتبرك ضيفة للبرنامج. خبرينا عن تحضيراتكم في ميركاتو مول. أكيد هلأ أهلا وسهلا فيكم أكيد دايما بميركاتو مول. تحضيرات عم تكون مستمرة، رح يقرب هلأ قريبا عم نحضر لمهرجان دبي للتسوق، وأكيد قبل مهرجان دبي للتسوق رح يكون في يوم العلم الإماراتي، وبنفس الوقت رح يكون في عنا تحضيرات قادمة لمهرجان دبي للتسوق. على صعيد المهرجانات، ميركاتو أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة، فخلال المهرجان ميركاتو بحضر جوائز قيمة، عروض ترويجية، وبنفس الوقت خصومات. الخصومات بتبلش بميركاتو من 25% ل 75%، والجوائز دايما بتكون جوائز يا أما عم بيكون عنا سيارة فاخرة أو عم بيكون جوائز نقدية. لهلأ ما قررنا جائزة، بس أكيد أكيد نحن بنسعى لنقدم أفضل الجوائز للمتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي، مهرجان دبي للتسوق عفوا. والخصومات أكيد طبعا، أي متسوق بيتسوق بميركاتو تاون سنتر جميرة خلال مفاجآت مهرجان دبي للتسوق رح يحصل على جوائز قيمة. طبعا هذا الشيء على ميركاتو مول وتاون سنتر. طبعا ميركاتو مول وتاون سنتر هن مول لنفس الأونر اللي هو مجموعة الزرعوني. طبعا نحن we manage both of them، المولين تحت إدارة واحدة اللي هي الزرعوني جروب. هلأ أنا أكيد ما حكيت عن الفعاليات. خلال مهرجان دبي للتسوق ميركاتو بيحضر فعاليات متنوعة، الفعاليات بتكون ترفيهية وتجذب الأطفال والعائلة معا بنفس الوقت. بالعادة بيكون عنا ثيم معينة أو أفكار معينة. طبعا لعدة سنوات غلب طابع السيرك العالمي على مهرجان دبي للتسوق بميركاتو، بس السنة لسه ما قررنا على فكرة معينة، بس أكيد رح تكون الفكرة تجذب وتستقطب العائلة والأطفال معاً والسياح بنفس الوقت أكيد. إنزين نسترين، شو هي أهم المتاجر اللي تم افتتاحها سواء في ميركاتو أو تاون سنتر؟ أكيد هلأ بميركاتو افتتحنا مؤخراً أحد أهم المطاعم بالإمارات وهو سلاب. سلاب برجر، سلاب برجر هو مطبخ عالمي عربي بنفس الوقت، بيقدم برجر وأطباق متنوعة. هاي بميركاتو. بتاون سنتر تم افتتاح مركز إيس إكسبرس، إيس هاردوير، وعم نفتتح مؤخرا كمان مطاعم متنوعة. رح يفتتح كمان بآخر السنة أو بآخر السنة بآخر 2020 أديداس، أكيد ماركة رياضية عالمية. طبعا بحب نوه انه ميركاتو تاون سنتر نسبة الاشغال فيهم كاملة خلال هالفترة، ومنحب نوه كمان انه المركز عم بيقوم بكل اجراءات السلامة والاحتياطات الاحترازية خلال فترة كورونا، كمان من خلال التعقيم والنظافة اللي هي التعقيم الكامل عم بيكون كل 3 ايام عنا تعقيم كامل، عدا عن التعقيم كل نص ساعة والتنظيف اللي عم بيقوموا فيه موظفين ميركاتو للسلالم والمصاعد الكهربائية وكل نقاط الاحتياطات بالمول. فأكيد نحن منقول للمتسوقين أنه أي متسوق عم يدخل المركز رح يحس حاله أنه هو ببيته، لأنه إجراءات السلامة عم تكون على أكمل وجه، طبعا عدا عن الكاميرات الحرارية اللي بتحاول تلقط إذا في أي ازدياد بنسبة درجات الحرارة أو أي شخص مانو سليم، أكيد بيكون كله تحت السيطرة. زين نبغى نعرف التحضيرات الداخلية لميركاتو استعدادا لليوم الوطني.
أكيد لليوم الوطني. هلأ خلال اليوم الوطني ميركاتو بتزين بأعلام الإمارات وبنفس الوقت الزينة الإماراتية، وعم بيكون عنا فعاليات تقليدية، بيكون عنا رقصات إماراتية، رقصة العيالة اللي هي أهم الرقصات الشعبية اللي بيتناولها المركز. عدا عن الزينة ميركاتو رح يزدان بألوان علم الإمارات، ورح يكون في بنفس الوقت حنة، ورح يكون في بيكون تحضيرات كلها مناسبة ليوم الوطني. وبندعو المتسوقين يزوروا المركز خلال هذا اليوم، لأنه رح يكون في فعاليات موجهة للإماراتية والمقيمين بنفس الوقت. أكيد ما شاء الله دائما ميركاتو مول وتاون سنتر مواظب لكل الاحتفالات، واي مناسبه في الدوله دائما يحتفل فيها، سواء من برا ولا من داخل نحن نشوف دائما الاحتفالات موجوده. انزين حركه السياحه في ميركاتو ما شاء الله نشوفه يزورون ميركاتو من مختلف الجنسيات، خص الخليج يعني دوم يزورون ميركاتو، شو العروض اللي تقدمونها لهذه الجنسيات؟ هلا في شغله كثير مهمه، انه ميركاتو كمركز تسوق عنده حافلات سياحيه مجانيه. الحافلات بتزور الفنادق وبتزور بنفس الوقت ميناء راشد لنقل السياح من وإلى المركز. فخلال فترة ميناء راشد اللي هي خلال فترة الكروزز اللي منقول عنها، ميناء راشد بينقل السياح من مختلف أنحاء العالم للإمارات. ميركاتو عم بيكون عنده حافلات سياحية مجانية بتروح كل نص ساعة على ميناء راشد لتنقل السياح الأجانب من الميناء وترجعون بنفس الوقت. عدا عن الأوتيلات أو الفنادق معظم السياح اللي عم تجي من الفنادق هي السياح القادمة من الخليج العربي. طبعا بحب نوه انه اغلب الفنادق عندهم جداول زمنيه معينه يسالوا الكونسيرج او نقطه الاستقبال باي فندق عن اوقات نقل السياح من والى ميركاتو، واكيد نقطه الاستقبال بالفنادق رح تعطيهم معلومات تامه. وعندنا كمان برنامج خصومات باسبور اماراتي بس موجه من ميركاتو، بيعطي خصومات للسياح بميركاتو خلال لأي سائح بيزور المركز. طول السنة يعني؟ طول السنة أكيد. فالسائح بيتوجه كمان على الأوتيل أو على مركز خدمة العملاء بميركاتو وبيسأل عن كتيب الخصومات الخاص بالسياح. الكتيب بيأهل السياح للحصول على خصومات بتبلش من 10 ل 75 أو 50% بمعظم المتاجر بميركاتو وتاون سنتر جميرة. طبعا السياح رح يزوروا مركز خدمة العملاء أو الفندق، بيطلبوا الباسبور أو جواز سفر بميركاتو وبيدخلوا على المتاجر المشاركة وبيحصلوا على الخصومات الخاصة بالسياح. أكيد حلو ما شاء الله نلاحظ في ميركاتو دائما في كل سنة في أي فعالية أو أي مناسبة عندهم أفكار وايد حلوة من حيث العروض اللي يقدمونها في ميركاتو. هذه الأفكار كيف تتولد عندكم أو كيف ما شاء الله تميز فيه عن باقي المولات؟ هلأ في شغلة كتير مهمة ليلى، ميركاتو مركز للعائلة والأطفال معا، ومنلاحظ الإقبال المتسوقين وقت عم بيزوروا المركز عندهم هدف، يا أما يقضوا وقت ممتع خلال اليوم يتغدوا يتسوقوا. فنحن وقت من بنعمل يعني بندرس فكرة الفعاليات اللي عم ندرسها أو مننظمها، الهدف منها هي إسعاد العائلة والأطفال معا. يعني أكيد المتسوق وقت عم يدخل بده يشوف عرض ترفيهي أو مسرحية على مسرح ميركاتو، ما رح يكون الطفل لحاله واقف عم يتفرج، لا أكيد الأهل رح يكونوا واقفين بنفس طبعاً. الوقت وعم يتفرجوا، لأنه حتى معظم الفعاليات عم بيكون الهدف منها تعليمي وتوجيهي مو بس ترفيهي. فنحن بنحاول بكل الفعاليات المستضيفه انه يغلب عليها الطابع التثقيفي التعليمي والتوجيهي بنفس الوقت، بالاضافه الى عنصر الترفيه والتشويق. يعني من خلال ملاحظتك نسرين، انت يوم تشوفين نفس هذه الفعاليات موجوده في المول تحسين الناس يحبون يجون المول يشوفون هذه الفعاليات يشاركون فيها؟ اكيد هلا بيحبوا، حتى عم بيكون عندنا تفاعل كثير كبير من الاهل، لانه احيانا بنحط عم تنزل الفعاليات عم تنعرض او عم نعمل لها بوست على مواقع التواصل الاجتماعي، ف
فأغلب يعني العائلات أو الأهالي عم يتواصلوا معنا على السوشيال ميديا ليسألوا عن التوقيت، أكيد الجدول الزمني وشو المضمون تبع الفعالية. فلاحظنا أنه اهتمام كتير كبير من المتسوقين، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الموقع الإلكتروني عم يدخلوا بتصفحوا كل شيء فعاليات عم يقوم فيها ميركاتو، عدا عن العروض الترويجية. المتسوق وقت عم بيزور المركز عم بيكون عنده هدف معين أنه يتسوق ويحصل على جائزة تكون هي بنقول مثل مكافأة للتسوق عنا بميركاتو أو تاون سنتر. فمعظم خلال المهرجان عم بتكون يعني تقريبا مبلغ التسوق هو 200 درهم، ف 200 درهم أكيد بتتسوقي فيه بالمركز بشكل كتير سهل وتحصلي على جائزة فاخرة، ممكن تكون رحلة، ممكن يكون سيارة أو مبلغ نقدي خلال مفاجآت صيف دبي حتى. يعني اليوم يا نسرين نقول نحن السوشيال ميديا له دور كبير في الترويج. أكيد. عن أي شيء أكيد حابين، سواء في مول سواء عن فندق، يعني السوشيال ميديا صار يلعب دور كبير. أكيد نحن كل شيء معلومات بيقوم، يعني كل شيء معلومات وفعاليات وجوائز وعروض عن المركز عم تكون موجودة على ميركاتو شوبينج مول، الموقع الإلكتروني أو على الإنستغرام أو صفحة الفيسبوك. أكيد شكرا لوجودك اليوم معنا وعلى هذه المعلومات القيمة للمشاهدين. شكرا لك. أهلا وسهلا.